يا خالة صحيت؟ صحيت يا دناي، بس سقت عليك النبي ما تزود عليها. لحسن دي من ساعة ما رجعت الظهر وهي مصدعة ونايمة، يعني بالراحة عليها كده في الكلام. وأنا من إمتى بس يا خالة كلمتها جامد؟ أنا طول عمري بهودها، وأدي النتيجة. بس ما تقلقيش يا خالة، هبقى بالراحة معاها. ربنا يريح قلبك زي ما انت مريح قلب الكبير والصغير. هاي أمي خير. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في ايه؟ اللي حصل في موضوع علي هنداوي. مش عايز اسمع الاسم ده تاني. طيب خلاص، حقك عليا من غير ما نجيب اسمه. فهميني، عمل لك حاجه؟ هو مين ده؟ هو يقدر يعمل لي حاجه؟ امال ليه بعتي له العمارتين يا امي؟ ايه، مش حره في فلوسي؟ طبعا يا امي حره، انا مش بحاسبك، انا عايز افهم بس علشان لو في اي حاجه اقدر اتصرف. ومن امتى بخلي حد يتصرف لي؟ واحد ومش طايقاه، اشتريت حريتي بفلوسي، حد له حاجه عندي؟ طب ما قلتليش ليه يا امي انك عايزه تطلقي وانا كنت طلقتك منه غصب عن عينه؟ ما انا اللي شايفاه صح عملته. زي ما كنت شايفه ان جوازك منه صح. ها، جرى ايه يا واد؟ انت بتبكتني ولا ايه؟ العفو يا امي، على رايك يا امي، دي فلوسك وانت حره فيها. انا بس يا امي ما كنتش عايز حد في يوم من الايام يساومك أو يضغط عليكي، أو حد في يوم من الأيام يساوي ما بينك وما بين عمارتين. أنت يا أمي أكبر من كده بكتير. يا أمي ما حدش كبير على المشورة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيشور، مع إنه أعلم بكل حاجة. الصوت الواحد يا أمي غلطاته كتير ووقعاته كتير، يا رب ما توقعي تاني. الحمد لله على السلامة في بيتك يا أمي. مالك يا في إيه؟ لا ولا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو في إيه ده؟ هو ماله؟ مش عارفه، ما هو كان قاعد جوه مع والدته. حسن يكونوا اتخانقوا ولا حاجه، عم ادخل اسلم عليه. لا هي تلاقيها نامت دلوقتي. طب تعالي اقعدي معايا بقى بدل هي نايمه. ما هو ما ينفعش، الست سرية دلوقتي جت يمكن تعوز حاجه. انت مش قلتي امبارح انك رايحه النهارده تطلي على بنتك اميمه؟ ما هو اصل بقى اللي حصل والست سرية جت، يبقى اروح لها بقى يوم تاني. واميمه عامله ايه دلوقتي يا دادا؟ كويسه، ما بتبطلش مشاكل هي وجوزها، ربنا يهديها. ربنا يهدي سرهم يا رب. امين يا رب العالمين، ويهدي سرك يا بنتي. انا مهدي، انا مهدي. الف سلامه، الف سلامه يابا عليك من الجوازه المهببه دي. الله يسلمك يا فوزي. بالعكس بقى يا بنت، ولا مهببه ولا حاجه، دي كانت جوازه الهنه، جوازه الساعه. وعلى الاقل طلعنا منها بهبره فله. بس انت هات فقري، كنت عايز اكتب محل شارع عبد العزيز، انت اللي ما رضيتش. ده محل حلو وزبونه ايه، فل. بس في عماره مش بتاعتها يا حاج، يعني راح ولا جه حته محل، انما لما تاخد منها عماره بحالها يبقى هو ده بقى الكلام. عارف يابا، انا اول مره اعرف انك طيب. بتقول ايه يا بيت؟ لا يعني بعد عمايلها دي كلها يا دوب تاخد منها عمارتين. لعلمك بقى انا مستقليه العمارتين دول. هم دول اللي جم في بالي ساعتها، انا كنت فين؟ كنت سايح في دمي. اسم الله عليك يابا، الف سلامه. يا حاج، ده احنا لو كنا رحنا مستشفى ولا اي دكتور مش معرفه كان زماننا دلوقتي داخلين في سيم وجيب. بل عشان كده وافقت اروح للدكتور الفجله بتاعك ده. فجله هو انقذنا. بس على الله الجرح ما يتلوش. لا يا حاج ما تقلقش، هو صحيح الدكتور فجله مش معروف، بس ايه، ايده تتلف في حرير. احنا كده بقى تمام، معانا عقدين بعمارتين موثقين تمام التمام. لو اشتكتنا ولا حاجه احنا في السليم. عشان تعرف يا حاج قيمه معارفي، الواد ربيع المحامي اللي خلص لك البطاقه اللي طلعت بيها على الشهر العقاري، ولولا ما كنتش خلصت، والدكتور فجله حبيبي اللي خلص. ترى ايه مالك يا سلطان؟ حاسب شويه، تقولش مصاحب لنا الوزراء في ايه؟ مالك اللي عمل حاجه لابويا اخد ثمنها تالت ومتلت. حدش يا حبيبي له جمايل على ابويا سلطان. يا فوزيه، انتوا ليه ما بتبطلوش مناقره؟
احنا عايزين نفرح بقى بالعمرتين اللي احنا خدناهم. حق يابا، ده انا بقى عايز اعمل فرح كده هو نقعد اترقص قدام النسوان واغيظهم. بمناسبه بقى ايه انك طلقت الوليه دي ورجعت امي والعمرتين اللي خدناهم منين عينيها. هنعمل يا فوزيه فرح وحفله وكل حاجه. حلاوتك يا حاج يا كيدهم. معلش يا رياض، مشاغل يا ابني خلتني قصرت في حق نبيله مراتك. ما رحتلهاش من ساعه ما باركتلها. ازاي بس يا بابا؟ ده واجب علينا احنا. والله نبيله نفسها تيجي تزور حضرتك، بس حضرتك عارف العيال ومسؤولياتهم. وكمان ماما في الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده في البيت، فنبيله يعني كانت شايله مسؤوليه البيتين. ربنا يعينها. قول لي هما البنتين بقوا قد ايه دلوقتي؟ شهرين يا بابا. نفسي اشوفهم قوي يا ابي. يا سلام، ده انا اجيبهم لك لغايه عندك. ربنا يخليك. طبعا زي القمر، ما هي قبل نبيله اصلها اموره قوي. من ناحيه ان هما زي القمر فهما زي القمر فعلا، بس نبيله احلى. ربنا يخليها لك يا رب. يا رب. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، نورتنا. تعب نفسك ليه بس؟ تعبك راح، اتفضل. بس ده كتير قوي. ما يكترش عليك، واحنا هيجي لنا اعز منك. ايه رايك بقى في نبيله بتاعتي؟ ربنا يسعدك يا بابا، ما شاء الله. يسلم زوجك. ربنا يخليك. طب ما تقول له عليا بقى، ايه رايك في سلوى بتاعته؟ انت وانت في زيك في الدنيا كلها. يا ده انا كده هتغر قوي. طمني يا رياض، والدتك ومنال وحسام عاملين ايه؟ الحمد لله يا بابا، بس ماما يعني ايه، في حاجه؟ يعني حصلت لها حاجات مش ولا بد كده في الفتره اللي فاتت. ايه حصل؟ ايه خير يا ابني؟ يلا يا سلوى، يلا كو على اذنكم. اتفضلي. طب لو عوزتوا حاجه بولادوا عليا. قلقتني يا ابني. فاطمه يا فاطمه، شوفي مين على الباب. حاضر. ازيك يا دادا، عامله ايه؟ تعالي تعالي، انت مكسوفه ولا ايه؟ ازيك يا ماما؟ حسام، ازيك يا حبيبي؟ دي رحاب، رحاب صاحبتي. صاحبتك؟ اهلا وسهلا يا اختي. اهلا بيكي يا طنط. شفتي امي بقى؟ امي غير طبيعيه زي القمر. دي حلوه قوي، احلى من ما وصفتها لي يا حسام. تعيشي يا حبيبتي. انتوا يعني احنا ايه؟ احنا هنذاكر سوا مع بعض. تذاكروا سوا مع بعض؟ بقول لك يا دادا، ما تحضر لنا لقمه حلوه كده من ايديك الجميله. حاضر، من عناي. تحبي اساعدك في حاجه يا دادا؟ لا شكرا. بقول لك ايه، يلا عشان نلحق نخلص. ها يلا. خلصوا ايه؟ نخلص ايه؟ نخلص الملزمه اللي هنمتحن فيها بكره يا طن. طب يا حبيبتي. طب بعد اذنك بقى يا ماما. يلا يا روبي. على اذنك يا طن. اذنكم معاكم يا حبيبتي. هو ايه يا اختي اصله ده؟ بنت ايه دي اللي عينيها بكها دي؟ العيب مش عليها، العيب على اللي جايبها وجاي. لا اسم الله عليكي، ازاي واحدة توافق انها تيجي هنا؟ ايه؟ افرض احنا بقى ما كناش موجودين. عندك حق، صدقي ما خطرتش على بالي دي. حسام! حسام! ايوه ايوه ماما. سيب الباب مفتوح. ليه؟ اشمعنى يعني؟ يعني ايه اشمعنى؟ مش كفاية سمحت لك انك تدخلها؟ ده أول وآخر مرة الموضوع ده. أنا عندي بنات، واللي مرضهوش لبناتي مرضهوش لبنات الناس. طيب حاضر، هفتح الباب. خلاص ما تضايقيش روحك كده، هيحرم تفتكري؟ بس انا سعيد جدا بالزياره دي والله يا بابا. انا كمان مبسوط اني شفتك يا رياض. بس يا ترى بقى سبب الزياره دي؟ معرفش، والدتك اتصلت بيا بالتليفون وقالت انها عايزاني عشان موضوع مهم. موضوع مهم؟ خير؟ وانا لو كنت اعرف كنت جيت هنا. صح مظبوط يا بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ازيك يا يوسف؟ الله يسلمك يا سرية. دايما مواعيدك مظبوطه. ها يا رياض، قدمت لبابا حاجه يشربها؟ مرضاش. يعني ايه مرضاش؟ ايوه يا سرية، طلبتيني في التليفون وقلت ان في موضوع مهم. خير؟ ايه مستعجل قوي؟ عندي شغل. طيب. طب انا هروح الورشه عشان في شغل، يعني لازم اقف على تسليمه. طيب يا حبيبي، وروح بس ارجع لي تاني. حاضر، بعد اذن حضرتك. ايوه يا شوي،
انت عارف ان انا اتطلقت؟ طلع راجل مش كويس، كان عاوز يستغلني، واشتريت حريتي بعمرتين، حار ونار في جتته. وبعدين؟ ايه ده، يعني مش مستغرب ولا حاجة. انت عايزاني استغرب عشان اتطلقتي ولا عشان العمرتين؟ ايه انت بزعلان على اللي جرالي؟ معلش يا سرايا، ربنا يعوضك خير، البركة في الولاد بالدنيا كلها. على فكرة يا يوسف، اللي حصل لي ده كله بسببك. سبب انا؟ ليه؟ انا ذنبي ايه؟ عشان نسيت عشرة العمر ورحت اتجوزت. كل شيء نصيب يا سرايا. يعني مفيش فايدة يا يوسف؟ فوتك بعافية يا سرايا. يا ده ممكن تيجي تعملي تقليه الملوخيه؟ احسن رياض زمانه جاي، وكل ما اقرب من التوم نفسي تغمى عليا. ما تشر عليكي يا حبيبتي، بس يمكن معدتك طالتها تراوح. مش عارفه. طب تعالي تعالي، انا هعمل لك الطشه بتاعت الملوخيه. اوعي تكوني حاطه حاجه على البوتاجاز ونسياها. لا ما تخافيش، ده انا خلصت شغلي من بدري. الله، امال فين الامامير بتوعنا؟ نايمين. اسكتي، نوم الظالم عباده. طب قولي لي بقى، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله ما انا عارفه. لا طب ما تكشفي، يمكن تكوني حامل. يا لهوي، حامل؟ فلا الله ولا فالك يا دادا. ليه يا حبيبتي، ربنا يديكي كمان وكمان. ايوه يا دادا، بس مش ورا بعضه كده. ده حلاوتها في حموتها. لا وانتي الصادقه، دي حلاوتها في هدوتها. خلينا على مهلنا، هو في حد بيجري ورانا؟ صدقيني انا حاسه ان قلبي كده هو بيقول انك انت حامل. طب خشي خشي اعملي التقليه وما تخدنيش. تكونيش دكتورة أمراض نساء وأنا مش واخدة بالي يا دادا. يا أختي، هما الدكاترة بيعرفوا حاجة؟ لا أنت اللي بتعرفي. أه طبعا، الستات القواريب اللي زيي هما اللي يعرفوا أم الحمى. طب أنا عايزة خبرتك دي بقى تطلع في التقلية. يلا شدي حيل. حاضر من عينيا. سلامتك، في ايه؟ لا ما هو انت بقى ما تسكتيش على نفسك، لازم تروحي للدكتور. ايه في ايه، حصل حاجه؟ لما شميت ريحه التقليه ما قدرتش. ظهر اني فعلا حامل يا دادا، لانه وانا حامل في البنات كان بيحصل لي كده برضو مع التقليه. لا البنات نايمين وبلاش فضايح. يا اختي ربنا يكفيك ويكفينا شر الفضايح. الناس هتقول ايه عليا؟ بس يا اخويا ارنبه دي ولا ايه؟ حمل ايه وزفت ايه؟ ده ولادك ما بقى لهمش شهرين. يعني يا امي بدري بدري كده نفرح بيهم ونخلص. تخلص يعني ايه؟ هي واجب ولا طريح عايزين تخلصوها؟ يا اخويا خد نفسك، هو ايه طخ 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 كده على ولا؟ عموما يا امي انا قلت اقول لحضرتك احتمال تفرحي بعد اذنك. استنى عاوزاك. نعمين يا امي. انت كنت عند ابوك في البيت بتعمل ايه؟ انت عرفت منين؟ ايه مش عاوز نعرف؟ لا انا ما اقصدش، بس اصلي ما قلتش لحد. ايه كنت بتسحب ولا لابس طاقيه لخفه؟ يا امي لا ده ولا ده، ده ابويا وواجب عليا ان انا ازوره واسال عليه. انا بس مستغرب. اه سعيد. ماله بقى سي سعيد ده؟ سعيد هو اللي قال لحضرتك، لانه كان واقف وانا بكلم بابا. عموما انا كنت هقول لحضرتك، بس كنت مندهش والاندهشه خلاص راحت. راحت خلاص؟ طب قول انت، اتكلم جاوب. ما انا جاوبت يا امي، بزوره وبسال عليه. وهو كان سأل عليك لما خلفت؟ ايوه يا امي، جالي لغايه هنا وبارك لي انا ونبيله لما حضرتك ما كنتيش موجوده، وكمان جاب خاتمين ذهب للعيال. يا نهار اسود ومنيل، اوعى يكون جاب الحربايه بتاعته معاه. تحرم عليا يا رياض اذا كنت دخلتها البيت وانا مش موجوده. يا امي يا امي، ابويا اعقل من انه يعمل كده، ده ما حصلش. وانت بقى بجلالتك لما بتروح عند ست الحسن والجمال عند ابوك في البيت بتقعد تتكلم معها زي كانك بتتكلم مع امك كده، ولا بيحصل ايه بالظبط؟ لا 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 طبعا يا امي، ده يعني بتبقى كلمه ورد غطاها. ازيك؟
الحمد لله، عامل ايه؟ كله تمام، لا اكتر ولا اقل. طب وهو بيعملها ازاي؟